بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا أطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم.